اهلا وسهلا بالجميع، مرحبا بكم الناس اللي تلحقوا بينا في الاستماع. هذه ظروف المباشر كما يقول عبد الرزاق الشبي. رجعنا ديريكتومون بيجي ما عاد فيروز، احنا مستمتعين بفيروز ومازلنا نقراو في الجرايد وبيجي رجعنا في المباشر. مش مشكل، احنا بينا اخواتنا واصحابنا واكيد الجو هوني عائلي كيما مع الناس اللي يسمعوا فينا. كيف كيف معنا ما خدي وما كرم، دونك كل شيء واضح ومسكين الجواب اللي حبسي البيجي. حتى اللي ما يعرفش البيجي قاعد ينصبوا فيه. فهمني، رجعنا في المباشر، عامل الجال في شعره، كي يجي ناقص نوم نقولوا راه ناقص نوم، كي يجي فايق كيما اليوم نقولوا فايق كيما اليوم، علاش حتى لا لاباس لاباس، نتعاملوا في مشاكل عاد مكرم على المباشر. شفت كيفاش؟ تحية لكم وين ما كنتم، شكرا لأنكم تتابعونا، شكرا لتفاعلاتكم. تحية لسيب وجمعة دريسي من المغرب، صباح عليكم الناس الكل، متابعة وفي عنده أسبوع يعطيه الصحة. وسي علي الاسكندراني من المنستير، وسي فيصل حبقة، إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام ونهاركم مزيان لكم ولعائلتكم. تنجموا تتفاعلوا معنا على 98 613 300. احنا نحكيه اليوم في شد الحساب على الكري في سوسة، نار 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 نار. باش تقولوا لي علاش على الصباح نحكيوا على الكري؟ على خاطر اليوم حابوا نحكيوا شويه في رقم اليوم ولا في شد الحساب، باش نحكيوا على اسعار الكري اللي غلبت علينا وغلبت حتى على المستمعين، على خاطر جاتنا برشا تشكيات فيما يخص الموضوع هذايا. وقت نحكيوا على انه سوم الدار ساله وزوز بيوت يبدا من 1,600,000 لـ3,000 دينار، رانا نحكيو على ناس تخلص 450 دينار. كيفاش يخلصوا حق الكراهي هذا باش نعرفوه في شد الحساب. شد الحساب، شد الحساب. شوف مستغرب مكرم، لا خاطر الحقيقة رقم مش غالي شوي، غالي ومش موجود في سوسة. لا موجود موجود، طن بعد نوريك لي كابتور. لا طن بعد نوريك. انا عملت ريشيرش البارح على ديار في سوسة، والحقيقة لقيت اسوام بالحق. انا بدي بهت كيفك هذاك، علاش انا اليوم مستغربة. ها باش نقول انت والمنطقة اللي باش تكون فيها، انا قلت تبدا من 1,600,000 في بعض المناطق، اما الحقيقة كما قلت انت فما 500 550، الحقيقة 400 ما لقيتش. وين في بير شباك 400 كبير شباك، باهي في بعض المناطق تبدا من 660. نحكيو على سهلول، القنطاوي، خزيمه الشرقيه وخزيمه الغربيه، حمام سوسه الاغلى في اسعار الشقق. باش نعطيكم مثال، في سهلول دار فيها ساله وثلاثه بيوت ب1,600,000 وستاندينغ عادي على الاخر. راهو طبعا نوريك باش ما نعملش بوبليسيتي للاجونس، اما طبعا بعديك نوريك الاسوام. ساله وزوز بيوت في سهلول ب1,100,000، زوز ملايين و250، الدار فيها ثلاثه بيوت وصالة في القنطاوي، وثلاثة ملايين وميتين دار فيها ثلاثة بيوت وصالة في القنطاوي. زادة كيف هذو مزوز اللي فيهم 3,200,000 فيهم جنينة ما فيهمش بيسين. نحكيه هوني على شقة في طابق الأرضي، معناتها غيتشوسي فيها جنينة صغيرة. انتشار ظاهرة الكراء الوقتي في سوسة، نحكيه على ناس تحب تكري كان في الصيف للصيفة أو في الشتاء للطلبة، دونك ما تلقاش كري على طول العام. ونحكيه على كري بالساعة، نحكيه على سمسرة عشوائية وكراء للأجانب دون وثائق، هذية ما بين تجاوز زيت الحاصلة في قطاع كراء الديار. شو رايكم في الأسوام هذية؟ المتوسط الدخل العائلة كما قلت راهو ساعات كيبداو مرا وراجل يخدموا، زوز موظفين ما يفوتوش زوز ملايين ثلاثة ملايين، هذية راهو على اعتبار موظفين معناتها ساميين يتسموا في الدولة. ليه موجود الشعب قداش ياخذ يخلص الراجل 500 600 700؟ ابارتمون انا البارح شفت ابارتمون في على السالير تاع السيد المواطن. اذا كنا نحكيو على زوز اسيد دي نجم نوصلوا ل 3 ملايين، احنا نحكيو على طبقه متوسطه. ناخذ زوز واحد خارجي زوز يخدموا في معمل مثلا ما يوصلوش للمليون، ما يوصلوش للمليون، والمليون منه كريم منه ماء ضو قرايه صغيرات المعيشه نتاع كل يوم. شنو رايك في اسوام الكري؟ تحس اللي فما استغلال؟ هو فما استغلال هذا من غير ما نوجه لك السؤال. أما علاش هالارتفاع خاصة في سوسة؟ على خاطر منطقة ساحلية، على خاطر ما فماش رقابة على القطاع هذا ماهوش منظم، فماش رقابة على ليزاجونس السمسارة، كل حد يكري بالسوم اللي يحب عليه ويقول لك تسكن ولا دبر راسك، راه فما شكون يجي يسكن في بلاستك. أستاذ هو فما أسباب مباشرة وحينية، معناها تبقى الأزمات كذا، وفما أسباب عميقة وهيكلية. الأسباب الهيكلية اللي تخلي ديما فما أزمة ومتواصلة هو مبدأ عام، كي يبدأ العرض أقل من الطلب على مستوى العدد وعلى مستوى النوع. إيش معناها؟ معناها على مستوى العدد عموما الديار المعروضة للكراء أقل من الطلب،
الوغ ديما تلقى حاجه اي فوالا والمونك هذيك راهي يقع استغلالها لفايت معناها الملاك ووسطها بصفه عامه. وفما اللي حسب النوعيه نتاع المعروف معناها ما تلقاش بالسوم اللي تلوج عليه. اذا الصنف والعدد اجمالا هذا واحد. اثنين غياب كامل انسحاب تام لتدخل الدولة والتعاونيات وكل جمعيات والشركات المتخصصة. معناها الشركات المتخصصة اللي كانت تعمل ديار اجتماعية وإلا التعاونيات اللي كانت اون باراليل تعمل معناها تاخو بطريقة فيها تمييز الحقيقة فيها مساندة مساعدة من الجهات معناها جهات من الدولة من المؤسسات العمومية تاخو أراضي لكن بتسعيرة أقل وتبني لكن تبني للكراء للأعوان متاعها مثلا الموظفين متاع الجهة الفلانية بالضبط. هذا ما عادش موجود انسحبت لفائدة الشركات والشركات الخاصة المستثمرين سواء العقارية أي أشخاص طبيعيين ولا كذا. لكن في الأكيد من الأكيد أنه أصبح التوازن غير موجود وغير رغم أنه فما سنيت أستاذ ولكن حتى أسعارها زادة غلت شوية ما عادش متاع اجتماعي أي ما عادش السكن الاجتماعي مش طبقات المدن مول الأربعمية دينار ومول الخمسمية دينار ومول المليون ومول المليون ونص معناها ما عادش يلوج غادي هذا دو أون دو دو. كانت قبل فما دوتر بارامتر معناها مقاييس أخرى تستعملها الدولة باش تخفف من الضغط هذا. مثلا تاخو مقاسم تعدها وتعطيها لأصحاب الدخل المحدود على أقساط وبتدخل معناها مساعد فما قسط تدفع الدولة وقسط آخر تعطيه البنكة ولكن بفايدة الحقيقة تفاضلية معناها فيها معناها مراعاة هذا ما عادش موجود. إذن حشاكم بسم الله عليكم مع حوت ياكل حوت وقليل الجهد يموت معناها هذا هو الواقع نتاعنا تو. وهل الكونسنتراسيون هذه سوسة صفاقس تونس تو الحمامات ونابل معناها مدن كبيرة مدن معناها فيها انفجار سكاني معناها ولكن دون مواكبة من الجهة الأخرى لتخفيف معناها من وطأة العوامل هذه. مكرمة شوف أني حقيقة من أغلبية الكراية كما قلت أنا جاء المساج تاو جاء الباجي وجاء اللي يعني 250 دينار ثلاثة بيوت وصالة في بيت الشباك وكبيرة كما تلقى في حيلة وينك كما تلقى في الطفلة كما تلقى في سويس كما قلال الديار خاطر الناس تسكن لوفر ديما اقل من الدوموند. احنا نحكيو راهو مش على المناطق هذه خاطر مازال فيها الاسوام راهو اللي تحكي عليها الحياة الشعبيه باقي اقل اما نحكيو على طلبه مثلا يحبوا يكريو في سهلول خاطر اقرب لهم للجامعه وكل دونك مول الدار ديما يحسب مول الدار ديما يحسب. اليوم كاين دار راهو مش كيما يعطي كيما يخرج راه عامين راهو مش يبدل الباب تشوف تشوف شو يصير في الدار قول دمار شامل يعطيك دار نوع درجة حال ونوع آخر لونتروتيان نتاعها غالي أما بثلاثة ملايين يا ما أنت تحكي من جانب إنسان عنده دار يكري فيها راهو أنت ملاك أحنا اللي كارين مكرم راهو شهر خرج مش الناس الكل راهي ومش الناس الكل تفسد الديار نتاع اللي تسكن فيها فما عباد تستحفظ فما ناس تزيد تزين الدار وتبيضها وتحسنها مش الناس الكل مليون و600 مقابل البحر انت تخلص انت تخلص بساله وزوز بيوت مليون و100 غالي عندي انا تسكن في دار هكا يعني غالي شكون يقنن استاذ شكون يتحدد في سعر الكري علاش اليوم نلقاو مثلا في نفس المنطقه سهلول ولا في حمام فيصل جديد ب 7000 تو ب 26 دينار لا هو قلنا نحن المعايير اللي كنا معناها نسردوا فيها معناها التحليل نتاعنا هو هذين اللي اما السعر شكون اللي حدوا فما حد حد فوالا دونك دا مستباح انا نكري ب 500 ومكرم يكري بمليون ما يكلمني غير المحكم ملكي بالضبط هو في اطار اتفاق الطرفين هو معناها الحقيقة ما عادش معناها معناها كونترا هكا معناها نتاع سينا لك كأنه معناها فما توازن بين الطرفين ولا معناها كأنه إذعان فهمت تحب تكري تحب ما تكريش المثل المصري شي يقول لك بين البائع والشاري يفتح الله
لا اليوم لا. اليوم قال لك مليون و600 اي عندك خذها ما عندكش برنامج تاع مليون و600 انا كي نلوج في نفس المنطقه ونلقاها ديما مليون مليون و200 مليون و600 800 راني امكانياتي مثلا امكانياتي ما تسمحش انا ب 800 ونحكيوا على راو ستاندينغ عادي جدا ليه مش نحكي على شخصي شوف كيفاش مثلا احنا نحكيوا على الازمات اللي قدره شرائيه نتاعها متوسطه راهو لا وكان ما فماش ازمه ما نحكيوش على الامور سوسه فيها ازمه تاع كري ازمه عميقه وقويه علاش على خاطر ما فماش حاجه ستاندار ونقولوا مثلا وقت اللي تتوفر معناها الحاجات هذية في المكان الفلاني راه ما تنجمش تفوت كذا الور هاك الفارق هذاك خاصه انه ما فماش شكون ينظم القطاع هو هذا الاشكال اللي كبير صحيح حاجه اخرى راهو ديما في العالم كامل المناطق الساحليه او السياحيه تكون اغلى في كل شيء حتى حجم الشعبيه بتاعها اكثر من هيك اليوم راه ما ننساوش نحن في الوقت في السنه الدراسيه راهي سوسه تستقبل اكثر من 15000 طالب اي وفي الصيف تستقبل اكثر من مليون زي اي انت تفسر في الاسباب شنو اليوم هذوما الاسباب كل وطبيعه المنطقه تخلي فما ازمه واللي هي في البحر طبيعه المنطقه فيها منطقه صناعيه فيها منطقه سياحيه ومعناها في حاجه للعمال تخلي الكراء ديما غالي مش كيما انت تاخو منطقه مثلا علاش يعني حتى في الكيف في الكيف عندي بنت اختي كاريه استوديو ب 350000 في الكيف هاني لا بحر ولا منطقه صناعيه لا منطقه سياحيه شو وريه يعني اليوم راهم العباد يستغلوا المواقف نتاع طلبه يلوجوا تاع خدام يزمو يخدم تاع سايح جاي يصيف هذه المشكلة هي استغلال المواقف هذيك وكما حكيت قبيله زاد فما اشكاليات الحقيقه خايبه برشا وكي نحكيو على كراء بالساعه دون مراقبه ما فما حتى حد يعرف شنو اللي قاعد يصير في الديار هذوما نحكيو دونك العبد اللي عنده دار سي مكرم يقول لك انا نخليها نكريها بالساعه وبالنهار خير من نكريها بالشهر وهكاك اضمن لي نحكيو زاد على ظاهره السمسره السماسره العشوائيين اللي تلقاهم باختو في بعض المناطق شفنا في هم ما شاء الله تحت الحيط يكريوا للناس الكل بالساعة يكريوا للأجانب دون وثائق دونك شوية مراقبة للقطاع المسيب هذي على خاطر الدار هذوما وإلى الأحياء هذي راه فيها عائلات والعائلات هذي راهي تتقلق وقت اللي نشوفوا ظواهر كما هكا والدولة زاد مطالبة بتنظيم القطاع باش الزوالي يلقى وين يكن راسه إذا كان ما يلقاش ما عندوش دار بوه ولا ما عندوش الهواء باش يبني فوقه مكرم باش نسكروه الموضوع ما عشان الدولة شو مش تعمله أنا داري حر فيها تنظموا القطاع تعمل تحدد فما تعريفة تراقب السماسرة هذوما اللي يستغلوا في الناس كما أجانس مثلا عندها تخلص في باتين داو كيريا محل علاش الاخر تحت الحيط وهذا يمشي أموره باللغة معناتها الشعبية والاخر لا دونك بالحق فما إشكال في القطاع هذايا الدولة مطالبة بمزيد المراقبة